ثلاث انواع وماركات مختلفه من الرز البسمتي، هنخلطهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وهعرفكم بيهم سر حله الرز البسمتي الاصفر اللي ريحته تجيب لاخر الشارع. طعم تحفه مش هتلاقوه حتى في اجمل المطاعم، اللي قولوا اي اسم هتلاقوا برضو الرز ده احلى واجمل وانضف منه بمئة مره. ما هو لما بقى انا بقى مشهوره على مستوى العيله والصحاب والاحباب باجمل حله رز بسمتي اصفر، وكل ما اجي رايحه اي تجمع يقولوا لي يلا يا نوسه يا ننوسه انت اللي هتعملي لنا الرز، اللي بنسيب الاكل علشان ناكل الرز ونسيب الاكل كله وناكل الرز بس. ومش هسيبكم كده بس، لا ده انا هعرفكم كمان ازاي تغلفوا الرز وتاخدوه معاكم بمنتهى النظافه، يعني علشان يتحدى كده اكبر مطعم برضو انتوا هتعملوه اللفه بتاعته جميله جدا جدا ومميزه، ومن اول ما تاخدوه لحد ما تروح المشوار اللي انتوا رايحينه هتلاقوا الرز جميل جدا ومش متبهدل وحلو قوي في اللفه اللي احنا هنلفها. اول حاجه انا رحت عند اللي بيبيع الورق الفويل والحاجات دي، بجيب منه الاطباق الفويل اللي انتوا شايفينها اللي بيبقى ليها غطا دي. اهم حاجه نجيب اطباق فوم زي ما انتوا شايفين الاطباق البيضة دي، يكون مقاسها قد مقاس الطبق الفويل اللي احنا هنجيبه بالظبط. يبقى الطبق الفويل لما نيجي نغرف هنمسكه كده ونقعده في الطبق الفوم، وبعد كده نغرف الرز ونحط عليه الغطا بتاعه ونقفل عليه بطبق فوم تاني، وبعد كده نشد استرتش. يا سلام الطبق لما هيوصل بالرز اللي مغروف فيه هتلاقوه تحفه وجميل، وزي ما هو محتفظ بشكله الطبق بقى مش هيفضل يلب كده ويتطبق، لا 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 ده هيبقى جميل وحلو قوي. تعالوا بينا نلم ادوات التغليف بتاعتنا اللي احنا عملناها دي ونشوف ايه التوابل اللي احنا هنجيبها علشان نعمل بيها اجمل رز. اول حاجه هحتاج لفلفل حامي ومش هنفتحه، هنسيبه سليم زي ما هو كده، وهحتاج كمان اللومي او الليمون المجفف اللي بنشتريه من عند العطار. انا هعمل النهارده 3 كيلو من الرز. اهم حاجه الفلفل زي ما بقول لكم ما نفتحوش، نسيبه مقفول كده زي ما هو علشان يدي ريحه من غير ما يخلي الطبخه بتاعتنا حراقه. هجيب بقى التوابل اللي انتوا شايفينها دي، ده نوع اسمه ميلرز والنوع التاني اسمه ويلز، الاتنين موجودين في السوبر ماركتس كلها، ده ليه ميزه وده ليه ميزه. وكمان التوابل المشكله بتاعت ويلز هتخلي لنا طعم الرز بتاعنا حلو جدا جدا جدا. انا هوريكم دلوقتي الفرق ما بين كل حاجه لما نحطها، وكمان ايه الميزه في ده وايه الميزه في ده، وليه اخترنا الاتنين علشان نحطهم مع بعض علشان ينقل لنا الطعم لحته تانيه. هحتاج كمان بصله كبيره كده متخرطه ومعاها كام فص توم مع الفلفل الحامي دوت، وهحتاج لثلاث مكعبات من مرقه الدجاج او الخضار تبع ما بنحب. خلاص الحاجات بتاعتنا جاهزه، تعالوا بينا نشوف ايه الرز اللي احنا هنعمله علشان يعمل لنا اجمل طبق رز بسمتي اصفر. اول حاجه جبت رز الضحى الذهبي، وجبت كمان رز ابو كاس، طبعا رز الضحى ده تايلاندي ورز ابو كاس ده هندي. وكمان جبت رز الضحى الابيض اللي هو جاسمين، الرز الجاسمين ده رز عطري بطعم الياسمين او بريحه الياسمين، بيبقى تحفه جدا جدا. انا هعمل بقى توازن في الاطعم لما هحط الثلاث انواع دول مع بعض، يعني هحط الرز البسماتي التايلاندي بتاع الضحى الذهبي، وهنحط كمان الهندي اللي هو طويل الحبه اللي انا بفضيه ده ابو كاس معروف طبعا، انا فضيت كده الكيس اللي هو الكيلو، وهحط كمان جنبه كده الرز الضحى اللي هو التايلاندي الذهبي، وهحط كمان الضحى التايلاندي العطري اللي هو جاسمين، كل دول موجودين في السوبر ماركت. بكده انا ضمنت ان الرز هيبقى طري وفي نفس الوقت ليه مضغه وفي نفس الوقت ليه ريحه عطريه جميله جدا. هاخد التلات انواع الحلوين دول، طبعا انا النهارده يعني رايحه عزومه كبيره فعامله الكميه دي ما شاء الله، انما انتوا في البيت ممكن تاخدوا كوبايه وكوبايه او نص كوبايه ونص كوبايه ونص كوبايه زي ما تحبوا. هقلب بقى الثلاث انواع دول مع بعض، المهم نحط كميات متساويه. حطيت الرز التايلاندي على الرز الهندي وهقلب كده كله مع بعضه. خلاص انا هاخده بقى اغسله، بس اهم حاجه نغسله غسله سريعه، انا مش عايزه اضيع طعم التعتيقه بتاعه رز ابو كاس، ولا عايزه اضيع طعم العطري بتاع الضحى اللي هو الجاسمين، فانا غسلته غسله سريعه من غير نقع نهائي وشطفته على طول كده ورحت مصفياه وبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. دول ما شاء الله 3 كيلو رز. هحط بقى الحله الكبيره الضخمه، طلعت الحله الالومنيا اللي ما بتطلعش غير للحبايب لما باجي اعمل كميه اكل كتيره، هحط بقى كده فيها رشه كبيره من الزيت، يعني كميه وفيره تقريبا بمقام نص كوبايه زيت لكل كيلو رز. هحط كده يبقى حوالي كوبايه وربع او كوبايه ونص من الزيت، وممكن كنا نحط كمان حته زبده كبيره تبع ذوقنا وتفضيلنا. هنزل فيها كده بالثوم والبصل مع بعض علشان انا مش عايزه حاجه فيهم تاخد لون قبل التانيه، انا عايزه الريحه بتاعتهم تطلع مع بعض كده وتبقى حلوه. هديلهم تشويحه كده في الزيت زي ما انتم شايفين، اول ما اشم ريحه الثوم والبصل على طول على طول هنزل عليه باللومي او بالليمون المجفف اللي احنا جايبينه من عند العطار. انا حاطه 6 وحدات زي ما انتم شايفين، يعني بمقام 2 حبه ليمون لكل كيس رز.
وهحط كده مكعبات مرقة الخضار او مرقة الدجاج عشان عايزاها هي كمان تسيح مع البصل ومع الثوم ومع اللومي. اول ما هلاقيها كده بدأت ان هي تسيح زي ما انتوا شايفين، هنزل على طول على طول بحبات الفلفل اللي احنا مجهزينها اللي هي السليمة اللي مفتحناهاش خالص. هديلها برضو كده تشويحة في الزيت مع الثوم ومع البصل ومع اللومي والمكعبات. يا سلام، الريحة من دلوقتي بقت تحفة جدا. لو تلاحظوا انا ما جيتش جنب التوابل نهائي، انا مش عايزة احرقها في الزيت لان هي توابل ناعمة، اول ما هتتحط في الزيت هتتحرق. احنا مش عايزين كده، احنا هنديها حماية بالرز. يعني انا هاخد الرز انزل بيه على الثوم والبصل والفلفل والمكعبات بتاعت مرقة الدجاج واللومي وقرون الفلفل الحامية، هحط عليهم الرز كده، وبعد كده هديله تشويحة بقى الرز مع الحاجات الحلوة دي، السنفونية الجميلة اللي من دلوقتي من قبل التوابل، وهي ريحتها أكتر من رائعة. خلاص كده أنا ضمنت إن حبات الرز بتاعتي اتفلفلت كده بالزيت وبالحاجات الحلوة اللي احنا حاطينها. هفتح أول حاجة التوابل المشكلة دي بقى اللي هي السبع بهارات اللي احنا بنسميها كده عندنا. هحط كده منها شوية، أنا مش عايزاها كلها لأن الرز الأساسي بتاعه الكاري والحاجات الجميلة دي، فهحط كده حبة صغيرين من السبع بهارات أو السبع توابل. وبعد كده هحط كيس الميلرز كله. الميلرز ده بقى مليان خضار مجفف وأعشاب مجففة جميلة جدا جدا، زي ما انتوا شايفين لون الميلرز هو فيه كاري وفيه طعم الفراخ. هاخد بقى كده الويلز عليه اللي هي توابل الويلز. بصوا بقى لون الويلز هتتحط لما هحطها عامله ازاي، فيها بودره زعفران فبتخلي الرز لونه وريحته اكتر من رائعه، وليها تعسيله جميله قوي بتخلي الرز مسكر كده وبيدي الطعم زي بتاع حضرموت اللي بنجيبه من بره. هحط كيس كمان لان طبعا طعم توابل ويلز واللون بتاعها بيخلي لي الرز مطرقع قوي وجميل قوي، فحطيت كيس واحد من ميلرز وكيسين من ويلز. هقلب بقى الحاجات الجميله دي مع التوابل المشكله اللي احنا حطيناها، اكتر من رائعة. انا كده حافظت على التوابل بتاعتي انها ما تتحرقش ويفضل لونها مزهزه زي ما انتوا شايفين. كمية المية هتبقى مرة ونص كمية الرز، يعني كل كيلو رز ليه لتر ونص من المية. هحط كده بقى التلاتة لتر من المية اللي انا 3 لتر وعليهم لتر ونص كمان من المية لحد ما توصل ان هي تغطي الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده كمية المية مظبوطة، انا كنت ظبطها في الطبق بالظبط بالظبط مرة ونص مقدار الرز. خلاص كده قلبت. طبعا انا مش عايزه احط ملح كتير لان التوابل اللي انا حطيتها دي كلها ومكعبات مرقه الدجاج هي كمان فيها توابل، فهحط فيها ملح، فهحط كده معلقتين صغيرين من الملح. بكده انا ضمنت ان طعم الملح بتاعي متوازن جدا جدا مع الرز والميه اللي احنا حطيناها. هقلب عليها بقى واسيبها كده. النار طبعا عاليه في الاول، هديلها كده تقليبه علشان التوابل تتوزع كويس بعد ما بدا يتشرب بالميه بتاعته، وهغطي على الرز واسيبه بقى على نار هاديه لمده كده تلت ساعه يستوي كويس قوي. ما شاء الله الكميه بتاعتي كبيره فهتاخد وقت لحد ما تستوي. انا بس عايزه اوريه لكم كده في نص السوى قد ايه الرزايه منطوره وجميله. انا لسه هسيبه حوالي ربع ساعه كمان، انا بس بوريكم الرزايه عامله ازاي ولونها بقى عامل ازاي. لو وصلتوا بقى للجزء ده من الفيديو ما تنسوش ان انتوا تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وتدعموا الفيديو بتاعي كمان باللايك والشير، وتتابعوني على قناه الوصفه وقناتي والبيج والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيف ايناس عباس. ايه يا نوسه يا نوسه الجمال ده. الرز خلاص استوى، هسيب بقى الغطا كده موارب شويه عشان بس يتهوى حبه قبل ما ابدا ان انا اغرفه. وتعالوا بينا نشوف السيمفونيه بتاعه الغرفه هنعمل ايه. اول حاجه هجيب الطبق الفوم احط فيه الطبق الفويل. الطبق الفوم ده هيبقى زي مسند كده للطبق الفويل علشان ما يتناش ولا يتكسر. وهبدا ان انا اغرف الرز بتاعي، وطبعا الفلفل اللي انا حطيته واللومي زي ما هو هيفيدني في الطعم هيفيدني كمان في التزيين. بعد ما غرفت الرز كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه هملى الطبق على الاخر، وبعد كده هاخد قرن من الفلفل الجميل اللي مستوي سليم دوت. طبعا اللي بيحبه بقى لو جه ياكل منه هيلاقيه مشطشط شويه يعني خفيف كده والطعم هيبقى جميل، واحط حبايه اللومي كده. بكده اداني شكل جميل وطعم جميل في نفس الوقت. هجيب بقى كده الغطا بتاع الطبق ده بيتباع مع الطبق، هحط كده ورقه فويل واقفلها على الغطا علشان الغطا طبعا بيبقى فيه نسبه من الكرتون فاحنا مش عايزينها ان هي تضطر. وبعد كده لما احط ورقه الفويل عليه كده هيحفظ الرز كمان سخن، واغطي كده الطبق فوم كمان. يا سلام، يعني كده الرز بتاعي محمي من جوه في الطبق، وشديت عليه كمان استرتش زي ما انتم شايفين كده وغلفته. بكده اضمن ان انا لحد ما اروح المشوار اللي انا رايحاه هيفضل الرز بتاعنا سخن جدا، اول ما نيجي نفتح الطبق هيبقى لسه البخار بتاعه فيه.
هحط كده تاني طبق معاكم، حطيت طبق فوم برضو وفوقيه طبق الفويل وغرفته بمنتهى النظافة زي ما انتوا شايفين، وهخلي حبات اللومي والفلفل كده برضو كتزيين، والغطا بتاع الطبق غلفته بالفويل وهحط عليه طبق الفوم وهاخده برضو اشد عليه استريتش واغطيه، بكده اضمن ان الرز بتاعي جميل والطبق مش هيتطبق وهيفضل سخن لحد ما نروح المكان اللي احنا رايحينه. تعالوا اوريكم طريقة تانية برضو لللف لو احنا ما عندناش كل الحاجات دي. هجيب الطبق الفوم العادي خالص واحط فيه ورقة فويل، بس لازم نخليها طويلة زي ما انتوا شايفين كده، وهغرف الرز بتاعنا برضو بالشكل الجميل المنظم دوت، واخد برضو قرن فلفل كده وحباية لومي زي ما انتوا شايفين زينت بيهم الطبق. تعالوا بينا ناخد بقى الحتة الزيادة بتاعت الفويل دي، انا هوريه لكم كده عشان تشوفوه كويس، واقفل كده الحروف بتاعت الفويل على بعضها واقفلها كده من هنا ومن هنا، وبكده ابقى ضمنت ان الطبق هيفضل سخن برضو لحد ما اروح، والرز جميل جدا جدا وشكله منظم وحلو. هاخده اشد عليه برضو كده استريتش، يا سلام ايه الجمال ده يا نوسه يا ننوسه، والله برافو عليكي. حطيت فيه الاستريتش كده وبكده برضو الطبق بمنتهى البساطه بقى جميل. انا كده عملت ال 3 كيلو رز بتوعي الحلوين اللي انا خلطت انواع الرز المختلفه على بعض وغلفتهم بالطريقه الجميله دي وبالتوابل الحلوه، الريحه اكتر من رائعه يعني مفحفحه حتى وهي الاطباق مقفوله. جبت بقى شنطة بيضة كبيرة كده برضو بنشتريها من عند نفس اللي بيبيع الاطباق الفوم والفويل والحاجات دي، وحطيتها كده وهرص فيها الاطباق بتاعتي كده بمنتهى النظافة توصل بقى كده جميلة وشكلها حلو. تعالوا بينا نركن الشنطة دي على جنب اللي احنا خلصناها، وهاخد شنطة تانية واحط فيها الطبق التاني، وكمان انا كنت عاملة الطبق الفويل الصغير اللي انا وريته لكم، الطبق الفوم الصغير دوت ايوه هحطه بقى كده، واجيب برضو الشنطة البيضة الجميلة دي وهاخد الطبق الكبير الاول احطه في الشنطة من تحت، وبعد كده أقعد عليه الطبق الفويل الصغير اللي احنا عملناه دوت. يا سلام يبقى غلفناهم بكذا طريقة. نروح بقى المكان اللي احنا رايحينه واخدين الحاجات بالشنط النظيفة البيضة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، حققنا المعادلة الصعبة يعني كده لما نروح في العزومة يبقى احنا لينا حاجة مميزة بنعملها، وكل اللي هياكل بقى هيسيب الحاجات التانية وياكل الرز بتاع نوسة الننوسة. بألف هنا وشفا، ويا رب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنال رضاكم.